طبعا في عندي كريمة خفق بنية، بودنج بني اللي بحب حشوة بطعم آخر. معه اول شيء بنعبي بودنج عليها. هاي واحدة، هاي كمان واحدة، هاي واحدة، هاي كمان واحدة. طبعا بعملهم كلياتهم بعدين برتبهم. جماعة بنجيب الكاش نوزع عليهم كلياتهم، واحدة اثنتين. طبعا في الدور شو ما يتخربطنش بسكوتي فوق اختها بهذا الشكل، بسكوتي فوق اختها بهذا الشكل. طبعا قبل ما نغطسه في النوتيلا شوفوا جماعة، وشكل جديد عندنا غير عن اللوتوس تخربش. شوفوا طبعا بتشملهم كلياتهم للاخر على هذا. شوفوا جماعه بنوصل لهي المرحله بعد اللي عملنا هزلفات تبعت النوتيلا عليها، بنفوتها على الفريزة على الاقل ساعه يجمد البودينج والجانس كلات مع بعضه وينطينا الطعم الرهيب. استنوا وشوفوا النتيجه.